بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، أسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. بدأت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وتواصل أشواط أصحاب السمو الشيوخ وانطلاقة خامس أيام هذا المهرجان، مهرجان ختام الوثبة الذي حضرت به المنافسة الجميلة والشريفة، وأيضا حضرت الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة التي شكلت الانطلاقات الرائعة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، متابعين قناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي ريسنج الناقلة لهذا المهرجان، أنطلق مع الصدارة ومع المقدمة كي أرى هنالك المركز الأول من هنالك يفتتح النداء والإذاعة بهذا الشوط، شوط الجعدان المحليات. إذا المركز الأول تواجد وتقدم منذر، منذر تعود الملكية لهجن الرئاسة المالكة لمسمى منذر المتواجد مع المركز الأول، وعيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي من يدير بعملية التضمير. المركز الثاني يتواجد مع المركز الثاني مريع، تعود الملكية لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النيان، وجمعة بن عتيق من يديره بعملية التضمير. المركز الثالث يتواجد شاهين وتعود الملكية لهجن الرئاسة. و إذن من يتواجد على المركز الثاني وينطلق بشعار هجن الرئاسة وسهيل بن دري الفلاحي من يدير بعملية التضمير. النقلة إلى المركز الرابع وأتابع تواجد وتقدم رابع المراكز بهنالك ملكية هجن الرئاسة المالكة لهذا المسمى المنطلق مع المركز الرابع وعملية التضمير. وأحمد بن ماجد الخيلي من يديره بعملية التضمير واسمه شاهين. المركز الخامس يتواجد هملول، تعود الملكية لسعادة الشيخ سعود بن أحمد بن علي الثاني وحسين بن سفران المري من يديره بعملية التضمير. المركز السادس أشاهد تواجد صوغان وتعود ملكية صوغان من ينطلق بهذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فهد بن حسين النعيمي من يدير بعملية التضمير. المركز السابع أتابع تواجد وتقدم شاهين وتعود ملكية الهجن الرئاسة راشد بسم من يدير بعملية التضمير. المركز الثامن يتواجد هملول وتعود ملكية هملول من انطلق أو هنالك من تسلل بهذه اللحظات وانطلق إلى المركز الثامن. تواجد شاهين وتعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن طالب بن شريم المري من يدير بعملية التضمير. المركز التاسع هنالك التواجد من هملول وتعود ملكية هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نيان ومحفوظ بن خميس من يدير بعملية التضمير. الزعيم الحيناوي من يدير بالتضمير وأيضا يقدم لنا مع المركز العاشر من يتواجد أيضا هملول مع نفس الانطلاقة وبنفس الملكية والتضمير. هذا هو النداء الأول للعشرة المراكز الأولى، ولكن نعود ونتحول إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول وإلى حيث ما ابتدأنا. منذر 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 هو من يعلن الإنذار وينطلق مع الصدارة ويقدم هذه العروض الجميلة وأيضا يتربى على عرش المقدمة. منذر تعود الملكية لهجن الرئاسة المالكة لهذه الأسماء الكبيرة والأسماء المميزة التي ترافق هذا الشعار الأحمر الذي دائما وأبدا
يمر ويعبر مع الصدارة ومع المقدم ومقدما الخطورة والتميز. تعود عملية التضمير لدى عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي من يقدم منذر مع المركز الأول وثاني المراكز. يتواجد شهيد الهجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري من يدير بعملية التضمير. المركز الثالث يتواجد شهين. تعود الملكية الهجن الرياسة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي من يدير بعملية التضمير. والمركز الرابع أتابع شاهين من قدم بهذه اللحظات وانطلق برفقة هجن الرياسة راشد بسام من يدير بعملية التضمير. المركز الخامس غادم صغان بشعار رسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم وفهد بن حسين النعيمي من يدير بعملية التضمير. بدأت تتقالص الأمتار وبدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط وتتزايد السرعة بهذه اللحظات، ولكن ما زال منذر مع الصدارة. الله، منذر مع المركز الأول، منذر مع التقدم والانطلاق الأول، ومع أيضا تقديم هذه العروض الجميلة والمميزة، وأيضا حامل شعار هجن الرياسة من الناس تتقدم بهذه اللحظات مع تجاوز لافتة 1500 متر عن ناموس هذا الشوط. وهنالك المضمر عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي من يخايل السيارة ويخايل مادة الزعفران على رأس هنالك منذر، ولكن تغيرت الأمور. انطلق شاهين، حلق شاهين، وأيضا تواجه السلالة الشاهنية برفقة هجن الرياسة وأحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. يقدم لنا شاهين بهذا التحليق المميز مع الصدارة. المركز الثاني يتواجد هملول. تعود ملكية هملول من يتواجد على ثاني المراكز لسمو الشيخ سعادة الشيخ سعود بن أحمد بن علي الثاني وحسين بن سفران المري من يدير بعملية التضمير. بن سفران يود مسافرة مع ناموس هذا الشوط، ولكن أعود إلى أول المراكز. الله، شاهين وهملول، هملول وشاهين، حوار ثنائي ما بين هذه الأسماء الكبيرة وما بين هذه السلالات العريقة التي تواجدت برفقة هذه الأصالة. انطلق هملول من تجري بدماء السلالة الهملولية، ولكن حلق شاهين مع المركز الثاني. هملول مع الصدارة، هملول يقدم لنا هذا العرض الجميل وينطلق بشعار رسم الشيخ سعود بن أحمد بن علي آل ثاني حسين بن سفران المري من يدير بعملية التضمير. ومن يقدم لنا هملول من يصول ويجول مع الصدارة، ومن ينطلق مع المركز الأول. الله، ولكن شاهين مر وعبر شاهين مع هذا الشعار الأحمر وانطلق باللحظات الأخيرة وحلق مع الصدارة. سلام وتحية واحترام لهجن الرياسة المالكة لهذا الشعار، وأيضا الفيلسوف من قدم لنا شاهين مع المركز الأول. أحمد بن ماجد الخيري من قدم لنا شاهين مع أول المراكز، ومع أيضا تحقيق هذه النقطة المميزة ثاني المراكز. هملول ليس على الشيخ سعود بن أحمد بن علي ثاني المركز الثالث. كان الوصول من قبل صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب المركز الرابع. كان التواجد من قبل المنذر لهجن الرياسة المركز الخامس. كان التواجد من قبل الشامي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الثاني. وتبريكات نزفها للجميع، ولكن نعود بحضراتكم الى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين الى خط النهاية معلن الفوز والناموس ومحققا هذا الانتصار المميز. اذا نشاهد الاعادة لشوطنا السابق ولحظة هذه، ولا ايضا لحظات المنافسة والانطلاق المميز ما بين هملول وما بين شاهين. وهذه لحظة وصول شاهين الى خط النهاية معلنا الفوز والناموس. 9:17 بدون اجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لهجن الرياسة، كما نهني احمد بن ماجد الخيلي من قدم لنا شاهين مع اول المراكز. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثاني المراكز هملول من وصل على المركز الثاني. توقيت الزمن 9:19 جزءا وحيدا يتيم من الثانية. الثاني التبريكات لمالك هملول سعادة الشيخ سعود بن أحمد بن علي الثاني، كمان هاني المضمر حسين بن سفران المري المركز الثالث. كان التواجد
من قبل سوخان سعد قاك 23 ثانية خمسة الزمن الثانية. أتانا التبريكات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، كما نهني المضمر فهد بن حسين النعيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات صباح هذا اليوم المميز. وهجنا أصحاب السمو الشيوخ الذي انطلقت في هذا الصباح الجميل شوطنا الثاني عشر في مجموعة أشواط هذا الصباح الخصص لنذاع البكار المحليات الأصايل من هجنا أصحاب السمو الشيوخ في هذه المسيرة للستة كيلومترات في انطلاق وتحدي صباحي جميل. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة هناك الثانية والنصف من بعد ظهر هذا اليوم وأشواط الكأسات. نبحر في مسيرة هذه الانطلاق ونبحر هنا مع إبعاد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول هنا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني تأتينا هنا نجمة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في التضمير، بينما من الجانب الآخر المنطلقة هناك بهذا التحدي تأتينا السايحة من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي تأتي ثالثا. وفي المركز الرابع، المركز الرابع والمنطلقة هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لينيبي في التضمير، سلهودة قادمة من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وسادس المراكز تنطلق هنا السبعة لهجن الرئاسة بقيادة سهيل بن حمد بن دري الفلاحي بهذا الأداء. ثامن مراكزنا أو سابع مراكزنا المنطلقة هنا الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن المر بن حلوة من تأتينا هنا على المركز. هنا إذن الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ضمر أحمد بن سلطان بن رشيد من تأتينا بهذا الانطلاق والتميز. هناك أشواق تتدخل من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد لخيلي في هذا الانطلاق والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز في هذه المسيرة والتحدي. هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات هناك والانطلاق والوصول في هذه اللحظات من الطيارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمعى بن عتيق الرميثي في تضميرها، ووصلت هنا بهذه الانطلاقة والتحدي الجميل. هنا الشاهينية من هجن الرئاسة مع راشد بن محمد بالسم المنصوري، وعاشر المراكز هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس لينيبي في التضمير. نعود إلى صدارة، نعود إلى إبعاد على صدارة، إبعاد على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، إبعاد في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. إبعاد هناك بالانطلاق، إبعاد بالتحدي وبالإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء الجميل لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم حمد بن علي العوي في التضمير لإبعاد، وهي مسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة. السايحة تأتينا على المركز الثاني من هجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد لخيالي بهذا الانطلاق والوصول من أشواق من هجن الرئاسة. هنا عيسى بن أحمد بن مايد لخيالي في التضمير، ووصلت هملولة، هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هنا أيضا محفوظ
الحافظ بن قميس لنبي. يا سلام هنا بهذا الانطلاق وعذاب القلب من شيء نشوفه يا ابو ناصر في هذه المسيرة والتحدي. هنا تأتي الشاهينية من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضميرها من تنطلق على خامس المراكز سلهودة في المركز السادس بأول نداء هنا على سادس المراقد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيف اللاحج الهايري في تضميرها ما ينطلق بهذا الاداء. هناك الوصول من الشهيرية لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن سعيد بن منانة في الانطلاق وعلى المركز الثامن والقادمة هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ابو ناصر دافع باثنتين في هذا الشوط محفوظ بن خميس لنبي. ومن هناك تأتي نجمة على المركز التاسع لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن قلفان بالصايغ المزروعي في التضمير بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. عاشر مراكزنا هناك الطيارة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان يمع بن عتيق الرميسي وبعود إلى صدارة بعود إلى إبعاد المسيطرة على زمام الأمور المسيطرة على الصدارة المسيطرة على المركز الأول المنطلقة بهذا الأداء المنطلقة بهذا العرض إبعاد على الصدارة إبعاد على المقدمة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم حمد بن علي العويسي مضمرة خمس نجوم ينطلق بهذه اللحظات ينطلق هنا مع إبعاد مع الكيل الأخير هنا بالانطلاق والتحدي هو الإثارة. هناك المركز الثاني هملولة هملولة لسمو الشيخ زايد بن محمد بن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن قميص لنبي الزعيم المنطلق بهذا الأداء وصل المستحيل مع الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة هناك راشد بن محمد بالسم المنصوري وهناك أشواق من هجن الرئاسة مع عيسى بن احمد بن ماهي الدخيالي ايضا ولكن الله هملولة تتسلل هملولة وابعاد في صراع وتحدي هملولة من تتسلل على الصدارة على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط هملولة هملولة على الصدارة على المقدمة تنطلق بهذا الاداء تنطلق بهذا الاداء المميز وبهذا الشعار الجميل هنا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس لنبي للمرة الثانية في هذا الانطلاق. يا سلام ثب الفعل وعذاب القلب يا ابو ناصر بالفعل على هذا الأداء الجميل أيضا وفوز هملولة بهذا الشوط والنقطة الثانية في هذا الصباح بهذا الشعار تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان تهانينا للزعيم محفوظ بن خميس لنبي الشاهينية في المركز الثاني لهجن الرئاسة المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات. هناك ابعاد لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بينما المركز الرابع اتينا اشواق من هجن الرئاسة خامسا السايحة من هجن الرئاسة. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الاولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود الى التوقيت الزمني نعود الى الانطلاق نعود الى التوقيت الزمني الذي ايضا قدمته في هذه اللحظات هملولة وهي معلنها الفوز ومعلنها الناموس وها هي لقطة تسللها في اعلانها بطولة هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان تهانينا للزعيم محفوظ بن خميس لنبي. 9:25 جزء واحد من الثانية هو توقيت الزمني لهذا الشوط بينما المركز الثاني اتتنا هناك الشاهينية من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري من اتت على ثاني المراكز في هذا الانطلاق. وناخذ توقيتها الزمني الهواري صاحبة ثاني المراكز ها هي الشاهينية ب9:26 تسعة من الأجزاء من الثانية بينما ثالث المراكز كان من نصيب إبعاد لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي 9:29 أربعة من الأجزاء من الثانية توقيتها زمن